فلاديمير بوتين الزعيم الروسي المثير للجدل والذي صنفته مجلة فوربس كأقوى رجل في العالم من عام 2013 حتى عام 2016. تحت قيادة بوتين حافظت روسيا على قدر كبير من النفوذ في الدول السوفيتية السابقة، ولكن هناك تساؤلات جدية حول شرعية رئاسته. فعلى سبيل المثال، لم تكن الانتخابات الرئاسية شفافة، حيث تم قمع حرية التعبير وانتهى المطاف بالنشطاء السياسيين المعارضين له في ظلمات السجون الروسية. وعلى الرغم من نهجه الاستبدادي، تمتع بوتين بشعبية عالية جدا في روسيا لسنوات عديدة، وعادة ما زادت على 80%، ولكن في عام 2018 انخفض معدل شعبيته إلى أدنى مستوى له وهو 60%، وذلك لأسباب عديدة أهمها أسباب اقتصادية وسياسية. ولتحليل شخصية فلاديمير بوتين، نجد على الجانب السلبي أن بوتين وصف بأنه ديكتاتور متعجرف، متمركز حول الذات، متعطش للسلطة، قاس، متقلب المزاج. وعلى الجانب الإيجابي، يوصف بأنه عملي، صبور، هادئ، واسع الحيلة، رزين، حازم، دقيق. ومن حيث عناصر الشخصية الخمسة: أولاً، الانفتاح على التجارب، وهو التقدير العام للفن والعاطفة والمغامرة والأفكار غير المألوفة والخيال والفضول وتنوع التجارب. ويبدو أن بوتين منفتحاً على التجارب إلى حد ما، مع كونه لديه قيم محافظة ويميل إلى التفكير الملموس بدلاً من التفكير المجرد. ثانياً، الوعي الضميري، وهو الميل لإظهار الانضباط الذاتي والتصرف بمسؤولية والسعي للإنجاز ضد المعايير أو خارج المتوقع. ويبدو أن بوتين يتمتع بوعي ضميري عالٍ، فهو حذر عملياً ولديه أخلاقيات عمل جيدة. ثالثاً، الانبساط النفسي، ويتسم الانبساط بسعة النشاطات على عكس العمق والاندفاع للنشاطات والمواقف الخارجية وخلق الطاقة بطرق خارجية. ومستوى الانبساطية لدى بوتين متوسط المدى، ولكنه أيضاً إلى حد ما يسعى نحو البحث عن الإحساس، والبحث عن الإحساس هو سمة شخصية يتم تحديدها من خلال البحث عن التجارب والمشاعر المختلفة والاستعداد لتحمل مخاطر مادية واجتماعية وقانونية ومالية من أجل هذه التجارب. رابعاً، الوفاق، وتعكس سمة الوفاق الاختلافات الفردية كشاغل عام في التناغم الاجتماعي، حيث يقدر الأفراد المتوافقون قيمة التواصل مع الآخرين، وبوتين لديه توافق منخفض ولا يثق في الإيثار أو التواضع. خامساً، العصابية، وهي مدى كون الشخص حساساً أو قلقاً في مقابل كونه مطمئناً أو واثقاً، ويبدو أن بوتين يعاني من انخفاض العصابية، فهو لا يتفاعل عاطفياً لدرجة كونه قاسياً، فهو ليس غاضباً بشكل خاص، لا مكتئباً ولا قلقاً، وهو قادر على تأخير إشباع رغباته. ومن حيث صفات ثلاثية الظلام، وهي النرجسية والسيكوباتية والمكيافيلية: أولاً، النرجسية، ويمكن تقسيمها إلى قسمين، النرجسية الفخمة والنرجسية الضعيفة، وكلاهما محوره الاهتمام الزائد عن الحد بالنفس وانعدام المواجدة العاطفية. تتميز النرجسية الفخمة بالهيمنة الاجتماعية ولو على حساب الآخرين، والانفتاح المتعجرف، ومقاومة النقد ولو كان إيجابياً. وتتميز النرجسية الضعيفة بفرط الحساسية للنقد والاستياء والخجل الشديدين وانعدام الثقة. والأرجح أن بوتين لديه إلى حد ما ارتباط أقوى بالنرجسية الفخمة، وعموما نسبة النرجسية لديه تقريبا في حدود 50%. ثانياً، السيكوباتية، ويمكن تقسيمها إلى نوعين وهما السيكوباتية الأساسية والسيكوباتية الثانوية، وكلا النوعين يتميزان بالاعتلال النفسي في صورة سلوكيات معادية للمجتمع وباضطراب الشخصية النرجسية والقسوة وانعدام الندم وعدم المسؤولية وعدم وجود أهداف طويلة الأجل والفشل في السيطرة على السلوك. ولكن الفرق الجوهري بينهما هو أن السيكوباتيين الثانويين على عكس السيكوباتيين الأساسيين، فإنهم غير منظمين ويتخذون قرارات محفوفة بالمخاطر، ولديهم القدرة على تجربة درجة معينة من الخوف والندم والتعاطف بشكل فعال، ولكن نظراً لاضطرابهم العاطفي، غالباً ما يتم تغطية هذه المشاعر بسبب عدوانيتهم. والأرجح أن بوتين لديه إلى حد ما ارتباط أقوى بالسيكوباتية الأساسية، وعموما نسبة السيكوباتية لديه تقريبا في حدود 50%.
ثالثاً، المكيافيلية. وتظهر المكيافيلية بوضوح عن طريق التلاعب واستغلال الآخرين، وتجاهل ساخر للأخلاق، والتركيز على المصلحة الذاتية والخداع، والاعتقاد بأن الغاية تبرر الوسيلة، أياً كانت تلك الوسيلة. ويتماشى سلوك بوتين بقوة مع المكيافيلية، إلى حد أن نسبة المكيافيلية لديه نحو 90% تقريباً. وفي المحصلة النهائية، يبدو أن شخصية فلاديمير بوتين، وإن كانت متسقة مع النرجسية الفخمة والسيكوباتية الأساسية إلى حد ما، فإن تأثيرهما لديه محكوم بتأثير المكيافيلية بشكل واضح، فهو ليس نرجسياً محضاً كالإمبراطور الروماني كاليجولا أو نيرون. ولا تؤثر عليه النرجسية والسيكوباتية إلى الحد الذي أثرت فيه على شخصيات تاريخية معروفة كالزعيم النازي أدولف هتلر والزعيم الروسي جوزيف ستالين، ولكنه مكيافيلي بالدرجة الأولى، مع مراعاة ما يتمتع به من بعد أخلاقي يرجع إلى نشأته وتأثره بشكل ملحوظ بالإيجابيات الدينية والأخلاقية. ولذا فهو أقرب الشبه بالفقيه السياسي الإيطالي نيكولو ماكيافيلي، حيث يتخذ كل ما يراه ضرورياً لإعادة أمجاد الإمبراطورية الروسية القديمة، وأن يحفر اسمه بحروف بارزة في التاريخ الروسي بشكل خاص، والتاريخ العالمي بشكل عام. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد.